إذن مشاهدي قناة شفت، مرحبا بكم معنا في البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في منطقة الدرب السلطان بالضبط في زنقة القاهرة، يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهد الكرام، انهيار سقف أحد المنازل. شوف انهيار السقف في هذا المنزل، هذا كامل طاح هنايا. ونجات واحد السيد اللي حفظه الله كان غادي يموت هنايا، كل ما هربش كان غيطيح عليه هادشي كامل. هادشي بالضبط في درب السلطان بالضبط زنقة القاهرة، كيف ما كتبوا معنا مشاهدي قناة شفت، في انهيار سقف احد المنازل هنايا في الزنقة هادي اللي هي زنقة القاهرة بدرب السلطان. وحفظ الله من كارثة محققة، يعني كيف ما كتبوا معنا هذا هو الردم. حفظ الله السيد كان غادي يتوفى هنايا، كون ما حفظوش الله والله القاسم الا كان غيطرى ليه موت محقق، وكان غتوقع شي كارثه هنايا بسبب قوه ديال الرياح. طاح سقف او طاح سطح ديال احد المنازل بمنطقه الدرب السلطان بالضبط في زنقه القاهره. شوفوا معنا هذا الياجور هذا اللي طايح هنايا، حفظ الله من الموت. يعني الناس هنا كيدوزو كيف ما كتبوا معنا، شوف شوف ها هو السقف اللي طاح هو هذا. فالحمد لله على سلامتهم، الحمد لله ما وقعتش الكارثه، والله القسم الا الحمد لله ولله الحمد انه ما وقعتش الكارثه وتا شي واحد ما تضرب. الحمد لله حتى شي واحد ما تضرب، ولله الحمد ان حتى شي واحد ما تقاس. هادشي اللي وقع هنايا خطير وخطيره بزاف، يعني كيف ما كتبوا معنا مش الكرام، هذا هو المنزل السقف الفوقاني كامل طاح او السطح كامل طاح طاح هنا. طاح هنايا، شوفوا معنا هذا الردم هذا اللي هنايا. كان واحد السيد تيز حفظ الله، كان السيد تيز حفظ الله. الحمد لله ما طراش شي مصيب، الحمد لله حتى شي واحد ما تقاس، الحمد لله ولله الحمد. كما كتشوفوا معنا الناس كيدوزوا من هنايا، هذا هو المنزل واجد معنا. هذا الدم رياشور اللي طايح، صخرة يا صخرة، صخرة يا صخرة. هادشي بالضبط في زنقة القاهرة خويا، فالناس كيدوزو من هنايا، الناس كيدوزو من هنايا. فكيف ما كتبو معانا شوفوا الياجور قداش. Thank you.
وي خويا هادي السترة ديال السطح، راه السطح كامل، السطح كامل طاح. زنقة القاهرة منطقة درب السلطان، فخاص حواجز هنايا اللي غادي يحميو هاد الناس هادو من هاد المنزل. يعني كيف ما كتشوفو معنا راه باقي واحد الطرف لاخر حتى هو يقدر يطيح اي لحظة. لا خويا ماشي درب كبير، درب السلطان زنقة القاهرة. الله يحضر السلام وصافي.